قالت وكالة سانا إن قوات النظام تصدت لطائرتين مسيرتين إسرائيليتين اخترقتا الأجواء السورية من اتجاه الجولان المحتل وتم إسقاطهما غربي دمشق. وقالت وسائل إعلام موالية للنظام إن هجوما إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق، وأفادت مصادر محلية بأن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط منطقة السيدة زينب في دمشق. كما وقال موقع صوت العاصمة إن انفجارات سمعت في عموم دمشق وريفها ناجمة عن إطلاق صواريخ دفاع جوي باتجاه صواريخ يعتقد أنها إسرائيلية، وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مطار المزة العسكري. قتل عنصر من قوات النظام إثر استهدافه برصاص مجهولين في مدينة رانكوس بريف دمشق. وقالت صفحات محلية إن الشخص المستهدف واحد من كبار تجار المخدرات في ريف دمشق الغربي ويتبع لفرع الأمن العسكري. وارتفعت حدة الاغتيالات في مدن وبلدات القلمون الغربي خلال الآونة الأخيرة، إذ سجلت العديد من العمليات كان آخرها مقتل صناعي ورجل أعمال في مدينة يبرود. منحت وزارة الكهرباء في حكومة النظام شركة صينية أمر المباشرة لتنفيذ مشروع كهروضوئي لإنتاج 36 ميجاوات من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وذلك بعد تعثر تنفيذ مشروع مشابه مضى على توقيعه أكثر من عامين مع شركة إماراتية. وقال مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء عمر البريجاوي إن المشروع سينفذ في مدة أقصاها 24 شهرا، مشيرا إلى أن متعهد الشركة الصينية تسلم موقع العمل منذ 4 أيام تقريبا بحسب موقع أثر بريس. وتعتبر الطاقة الإنتاجية للمشروع قليلة جدا مقارنة مع احتياجات مناطق سيطرة النظام الكهربائية، إذ تحتاج البلاد إلى 4500 ميجاوات لسد عجز الكهرباء بحسب تصريح سابق لمدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء التابعة للنظام نجوان خوري. زعمت غرفة تجارة دمشق أن زيادة رواتب الموظفين بنسبة 50% لم تسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد والسلع في مناطق سيطرة النظام، معتبرة أن الأسباب تتعلق بزيادة الكلفة. وقال عضو غرفة تجارة دمشق ياسر كريم إن التكاليف زادت منذ رفع سعر الكهرباء والمازوت ولم تظهر نتائجها الواضحة بعد، ورأى أن بعضهم قد يعتبر زيادة الأسعار مترافقة مع زيادة الرواتب، لكنها في الواقع تتوازى مع زيادة التكاليف التي زادت قبل 10 أيام وأكثر. ورجح أن قرار رفع سعر المازوت للأفران قد ينبئ بزيادة أخرى بسعر الخبز لتعديل الفرق. أتلفت حركة رجال الكرامة في السويداء شحنة مواد مخدرة تحوي نحو 200,000 حبة كبتاجون بعد ضبطها في شاحنة نقل بالعبور معدة للتهريب إلى الخليج. احنا بمعيه المشايخ والغنمين شرواكن وشرفاء هالجبل شرفاء الوطن لازم نردع هذه الآفة اللي دخلت علينا. نحن ما بنقبل لا نكون ممر ولا مستقر لهذه الآفة. هذه مردودة على اصحابها وعلى صناعها. نحن بنبني وطنا بعقولنا الصحيحة والرجيحة، ما بنبني بعقول عدم مؤاخذة يخربون عقولنا وعقول اولادنا. نحن بنتمنى من الجميع محاربة هذه المادة ومحاسبة الناس اللي تتبع لها، ومنأكد على كلام سماحة مشيخة العقل
قتيل العار لا دي ولا ثار. قتيل العار لا دي ولا ثار. ليش؟ لأنه عم يجيبوا السموم والأذى والموت لأهلنا ولأولادنا ولأطفالنا. حكمت محكمة إيطالية على مهرب بشر تركي الجنسية بالسجن 20 عاما بعد إدانته في قضية غرق قارب قبلة سواحل إيطاليا العام الماضي. أسفرت عن مقتل 94 مهاجرا على الأقل بينهم سوريون. ودانت المحكمة الإيطالية المواطن التركي بارتكاب جرائم من بينها التسبب في غرق القارب وتسهيل الهجرة غير الشرعية، وألزمته بدفع غرامة قدرها 3 ملايين يورو ودفع تعويضات للمدعين المدنيين. وغادر القارب الخشبي الذي كان يحمل نحو 180 مهاجرا من سوريا وإيران وباكستان وأفغانستان بينهم العديد من الأطفال، غادر من السواحل التركية في 26 من شباط 2023 وتحطم قبالة ساحل مدينة كالابريا الإيطالية. ختام نشرة أحوال حلقة اليوم، أما الآن إلى ملفات الليلة، ونبدأها بتبني النظام تأهيل مستشفى بحلب بأموال الأمم المتحدة.